خاطر جا وي بورو كان جري وباقي تنيتن باقي مخير الحمد لله الحبيب يلا اللي بغى يتسجل وبغى يسبق العياشي هاد السنين هادي هو قديها هو الماراطون موجود الحمد لله. جابوا الهولندي من 40 عام، جابوا الفرنسي من 50 عام، وجابوني انا من 65 عام، جيت الاولاني. يقول لك ما خالط العطار نال من عطره، وما خالط الفحام نال من فحمه. الله يبارك في عمر سيدي، الله يطول لك في المدد، عاش الملك. كيموت في الضحك ومشى. يا عالم العرب شرقي وارفقي في أفقي الأزرق يا عالم، في أفقي الأزرق يا عالم. السلام عليكم، تبارك الله عليكم، الشرفة بخير الحمد لله، على سلامة، كل شيء بخير الحمد لله. أنا فرحان بزاف اللي هاد المزيان اللي جيتو، وكنشكركم بزاف. حنايا في طنجة معروف، ومعروف في المغرب كامل الحمد لله، واحد من أبرز الرياضيين في العالم، وناس كاملين كيعيطوا لي ماراثون مان. علاش كيعيطوا لك ماراثون مان؟ ماراثون مان لأن جديد في الرياضة، معلم في الرياضة. لا لا ما كاينش في السنين ديالي الحمد لله، ربي غناني وكنشكر الله سبحانه عز وجل على هذا الشيء اللي عطاني. عندي دابا انا 76 سنه كنجري وباقي تنيتن باقي مخير الحمد لله الحبيب يلا. في النهار ما كنجريش، كنمشي 12 كيلومتر في النهار، والحد الحد كنعمل 24 كيلومتر، وكنرتاح وكنمشي نعوم وهذا، وكنلقى الناس الحمد لله. عملت الماراثون عام 1962 ياه، وجري كنت كنجري ملي كانت عندي 53 صغيور، كنت ميني، كنت كنزرق الدراري في المدرسه، كنت جديد في الجري والحمد لله. وكل رجل يعني ماشي من السنين ديالي، احنا واخا هو كامل هادو ماشي من السنين ديالي، وكنت تسابقتي معاهم ودابا نسبقهم. هو ما كاينش الا كامل هذو اللي كما شدان، اللي كيقولوا شدان وكذا وكذا نسابقوا. غير انما حنا شنو كيوقع لنا هنا، اللي كنمشيو كنسجلوا في الماراثون، اللي بغى يتسجل وبغى يسبق العياشي هاد السنين هذه هو قديها هو الماراثون موجود الحمد لله. ولو ما نسبقوش او شي حاجه، انا جريت في ايطاليا مع الشدان، والحمد لله كنت تسمى يعني انا واحد من ابرز الرياضيين في العالم. جريت اربع المرات وعليت الرايه في ايطاليا، والحمد لله والنصارى فرحانين بيا، ولا يعترف بيا ولا ما يعترفش، انا لاباس عليا. انا الحمد لله لاباس، عندي الدار ديالي وعندي المال ديالي وكل شيء، ما كان غير. ولكن كاين ناس طنجه هنايا، كاين الاساسيده، وكاين الناس اللي عمرها دار، كاين محامون، كاين الناس اللي بعقلهم كيأيدوني، وكاين بعض الناس كيقول لك يا سي العياشي الله يعمرها دار، خدم بعرق ديالي. عندي السياره ديالي، كنمشي للمعمل، كنجيب كماسيتات، كنجيب سليبات شورت، وعندي لي كليون ديالي بحال القضاه، بحال المحامون، بحال الناس، بعض الناس اللي مزيانين، خاص الناس اللي مزيانين. السر ايوا خصك الانسان اولا ما يجلسش مع الناس اللي قباحين، ويجلس مع الناس اللي هما كيسمعوا مزيان وكيفهموا مزيان، والناس قاريين. يعني كيقول لك ما خالط العطار نال من عطره، وما خالط الفحام نال من فحمه. وانا كنعاشر غير ناس مزيان، وكناكل مزيان الحمد لله، التفاح وكنتهلا في راسي، ولهذا باش بقيت هيدا. الماكله اللي كناكل في الصباح، كناكل ثلاثه البنانات، كنعمل ثلاثه البنانات، وكنعمل تفاحه مزيانه، وكنعمل نواه مطحون، وكنعمل تركيه مطحونه، وكنعمل حليب، وكنفطر مع راسي بخير. عاد ملي كنمشي انا
كنمشي للمدينه كنشري ديك الملفاي جوج ديال الملفاي كناكلهم، وفي العشيه عاوتاني ملي كنمشي نتغدى كنمشي عند القزار كنشري ديك كروكيتات كنشري الكفته كنطيب بيدي كنعدي بيدي بخير. معلوم كنحرقو يعني كنمشي تراس كنمت في النهار بخير والله يا سيدي. لا بخير، لا ما تخافش، ما ياك القلب ديالك صحيح هذا كل الا حاجه اللي كتعجبك. لا والو هذا اللي كيقول لك انا وهذا راه مريض اي لا جبرتي تتفاح كل مع راسك، ولا جبرتي هذا كل مع راسك، ما تخاف حتى من حاجه. احرق كل شيء كضرب شي 24 كيلومتر. انا ساهلين ولا ابدا والله ما ساهلين، واخا عملت 90 عام واخا عملت 90 عام والله ما يقدروا عليا. يعني كنتهلا في راسي وكنعمل الحمد لله، اللهم لك الحمد، كنشكر الله سبحانه عز وجل فهادشي هذا اللي باقي. انا باقي كنجري وانا باقي كنمشي مراكش وباقي كنمشي مراكش وباقي كنمشي اي حاجه، انا موجود. مرحبا بزمنو. السن ديالي ما يقدرش لان لي فيتيرون كيمشيو بالسنين. انا هو الراجل الوحيد اللي عليت الرايه في مراكش. جابوا الهولندي من 40 عام، جابوا الفرنسي من 50 عام، وجابوني انا من 65 عام. جيت الاولاني، كانوا جا شي واحد الاولاني كجاوا عملوا لي تروازيام. دابا الا مشيتي مراكش وداو ديك المقطع ديالهم ديك ديال المخزن اللي هما عندهم معروف غتجبر العياشي معالي الرايه تما كبيره. الا طلعت الشعار المغربي وشافوني في التلفزيون كانت تمايا انا كنطلع بهاد بلاد السعيده. جوائز انا عندي شي 86 كاس من 83 من 53 عام 1953 وانا كندير جائزه صغيره جائزه كبيره ودائما كنجي الاولي. انا ما كنعطيهمش القيمه الاعلام هادو كيخصك انت كتعرف خصك سيدي محمد سيدي كذا سيدي كذا، وانا ماشي ما فيهاش ذاك الشيء. عادي رزقي عادي رزقي والله ما رضى عادي رزقي اش بيني وبينهم فهمتيني. حنا كنبغيو الملك بلا هذا لا هذاك، حنا دائما عاش الملك عاش المغرب وعاش المغاربه، حب من احب وكره من كره. وصدام الحسين الله يعمره صدام الى مات الله يرحمه ولا باقي الله يطولوا في العمر، لان يعني هذاك الراجل باش مشيت معاه انا كاين شي 500,000 مغربي كتخدم في العراق، كاين اللي عنده ولاده هنايا، كاين اللي عنده يماه، كاين اللي عنده مسكين عامل فيهم الخير وكيقري ولاد المغاربه. وانا على حسب الشعور ديالي انا ظهرت فرنسا 24 بان باقي حي، هذه شي 6 شهور باش ظهرت وباقي حي، ويعني هو مات او ماتشي التاريخ ديالو دائما كيبقى حي. والله ما مات باقي بالروح، ولكن انا يعني عاد ظهروا فرنسا 24 مره مره كظهروا الجزيره، اغلبيه المحاميين والقوده والناس اللي قاريين واللي فاهمين كاملين عندهم عزيز، انا كاملين عندهم عزيز وكاين من ضمن هذا حتى هما كيحبوني بزاف. اجبر بالاقل ثلاثه ولا اربعه ديال الناس ما ماشي اللي كاين، اما المغاربه كاملين العياشي عندهم محبوب وعزيز. طنجه يعني تبدل فيها بزاف ديال الحاجات، طنجه يعني ما حتاش يقول لك شنو تبدل فيها. طنجه اللي تبدل فيها ما يعرفها الا الرباط. طنجه واخا يعملوا اللي عملوا بحال طنجه ما كايناش. طنجه وي بورو، وانا خلقت انا في بشرخه. ايوا ولكن انا هنايا عندي من عام 1950 يعني طنجه وي بورو.
فاحنا على استقلال عام 1953 وكان كيخرجونا في هذا من جبالنا طلع صوته وقال يا ملك المغربي، والشعر المغربي يا عالمي يا عالمي يا عالم العرب اشرقي وارفقي في افق الازرق يا عالم في افق الازرق يا عالم. وجائزة يعني مغربية على حسب قليلة وحق كتسمى بعدان كتسمى بعدان كيعتنوا بك، يعني المغاربة ما كيعطيوش شي فلوس بزاف 50,000 صافي. مرة واحدة ملي كان السيد المعيوي الله يذكره بخير من الريادة في الدريسية عطاوني 150,000 فرنك، هذيك هي اللي ديتها انا في الحياة ديالي كاملة كبيرة، ماشي حاجة أخرى كلشي غير صغير صغير 50,000 ألف درهم ألف درهم ذهبية تعيش ما نديها، ولكن الذهب يعني هي مش هذا الذهب، ولكن كيقول لك ذهبية. ما خليت بولمان، كنا كنجري من بولمان من بولمان تان تيربولة من تيربولة من إفران تان تيربولة من تيربولة تان بولمان، كنعمو في لاكاسكات وكيهبطونا كنحيو الراية كنطلعو الراية. أطول مطار كان جريت أنا يام إلى قضية المولى أحمد العلاوي الله يرحمه في مراكش مع السيد المديوري الله يطوله في العمر 42 كيلومتر و195 متر. جيت أنا بحالي بحال عباد الله، يعني ما جيتش الأولاني ما جيتش الثالث، جيت مؤخر لأن كاين اللي صحيح عليا لأن شارك معهم رجل شويش كبير. خوتي يجي بعد التروازيام هذا الكاتريام يعني صغير، ولكن لازم اللي كيكبر كيعمل اللي كيعمل 40 عام فوق ما كيمكنلوش يشارك مع الناس اللي صغار. باقي انا باقي مزيان مخير باقي الله العظيم وفرحان براسي وكنشكر الله سبحانه عز وجل الله عطاها لي الحبيب الله. انا كنشكر جميع الدكاتره بطنجه، يعني الناس اللي عمره ولاد الناس كيداوني بطل وكيرصحوني بطل وعمر شي واحد مع معايا قبح. مالت انا الباطينة ديال كورونا عملت جوج وجا الله يجيب الثالثة عاوتاني. انا كنعس في 9:30 الليل كنعس ما كنزيدش 10. عندي ولادي عندي كل شيء، واحد عندي في المانيا خدام وواحدة عندي في اسبانيا هي هنايا وواحدة عندي هنايا عندها ولادها وعندي المرا ديالي عندي كل شيء وعندي الدار ديالي. فرحان ماشي غير فرحان، فرحان مخير والله العظيم كنشكر الله سبحانه وتعالى عطاني الدار ديالي ما قالش لك لا والو اللهم لك الحمد. كنعملوا بان انا واحد الريادي بطنجة الواحد اللي كان عمل جوج سوايع وكتب عليه كاين شي واحد اللي شراهم لي كاين شي واحد اللي هذا انا راسي كنعرق راسي. انا فرحان مع راسي قلت لك كنعمل اللي بغيت انا. الانسان ملي كيمشي دابا في مدينه وكيبيعو كيشري السبردينه ماذا كنعمل انا شريت الصباط انا باش كيجيني راطب باش ما كنعياشي. السبردينه كنعملها خاص ملي كنكون غنجري، عندي السبردينه ديال رونالدو عندي اربعه منهم. رونالدو قليله ما كايناش مع الناس الملك دائما الله ينصرو كنت في السولازيو دائما معاهم كنت كنمشي معاهم. لقيتيش الملك مازال ما تلقيتو؟ لا تلاقيته في ايبيريا وعطاوني الديره وعطاوني الكوادر ديالو ايوا وقال لي هذا قلت الله يبارك في عمر سيدي الله يطول لك في المدد عاش الملك. كيموت في الضحك ومشى مع بن علي كان في ايبيريا. نتمنى نبقى في الصحه ديالي وكنبقى دائما رياضي وكان كيخصني المعرفه دائما تبقى مع ناس نقيه ونكون محبوب مع الناس. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.
ليصلكم كل جديد.